اليوم كنعيشوا وضع اجتماعي مشابه لما عاشه المغاربه في 81. اليوم كذلك كاين هجوم غير مسبوق على المكتسبات، كاين حكومه للاسف انحازت بشكل مفضوح المصالح ديال راس مال الريعي الاحتكاري. اليوم كنلاحظوا مجموعه كمشه اللي كتستافد وكتراكم ثروات على حساب الشعب المغربي وعلى حساب التفقير ديال الشعب المغربي. الفوارق الاجتماعيه في اتساع بالارقام الرسميه اللي كتعلن مؤسسات دستوريه، الرقم ديال البطاله وصل 13% خاصه في اوساط الشباب، ارقام غير مسبوقه. معدلات التضخم في المغرب وصلنا لجوج الارقام اللي هذه على الاقل 30 سنه ما عشناهاش كمغاربه. في ظل هذا الشيء كله الحكومه لم تتخذ اي اجراء ملموس اللي يحمي القدره الشرائيه ديال المغاربه. اليوم المغاربه وحنا على ايام من عيد الاضحى اللي كذلك عيد اضحى في اجواء استثنائيه، غلاء غير مسبوق كذلك ديال 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 الاكباش، هذا الشيء كله والحكومه كتفرج، بل بالعكس كتزيد انها يعني تزيد تعطي المزيد من الهدايا، لا الضريبيه ولا الهدايا من امتيازات، فائده واحد الكمشه اللي راكمت الثروات واستغلت الازمه ديال المغاربه. لهذا الجبهه الاجتماعيه خرجت كتحتج اليوم تخليدا للذكرى، ولكن تاكيدا كذلك على ان 20 يونيو 81 كتكرر اليوم، او ديك او السياق ديال 81 كيتكرر اليوم، واكيد بانه سنحتج وسنستمر في الاحتجاج. نفس المشاكل اللي عشناها في الثمانينات نفس المشاكل كنعيشوها اليوم، كاين القهر الاجتماعي، كاين الغلاء، كاين هادشي ديال التضغوط ديال الصحه ديال التعليم، دوك الاسباب والمسببات اللي كانت لا زالت قائمه اليوم، وبالتالي اليوم عاوتاني كنشوف واحد الدائره اخرى ديال السمساره وديال التجاره والمتجره حتى في الواقع وفي الظروف ديال هاد الناس. مثلا اليوم تزامن مع العيد الكبير كتلقى هاد السماسره ديال العيد الكبير كيستغلوا هاد العيد اللي هو عيد ديني، وكيستغلوا المواطنات والمواطنين في البيع والشراء ديال الحواله، كيجيبوا مثلا حواله من الخارج بثمن وكيبيعوها للمواطنين بثمن اخر، وما كاينش اللي يراقبهم ولا ما كاينش اللي يحاسبهم، وهذا هو نوع اخر من الاستغلال ديال النفوذ ومن الاستغلال ديال 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 الظروف اللي تيعيشوا هاد الكادحين واللي كيتمثل في السمساره والبيع والشراء ديالهم حتى في الاعياد الدينيه. هذه الطقوس ديال المغاربه انا خص الاحترام ديالها، وخص الدوله تحميها، وخص التدخل ديال الدوله في الاسعار وفي الاثمنه، وخص الاكتفاء الذاتي، وخصنا يكون عندنا الاكتفاء الذاتي ديال الغذائي وديال حتى علاش حنا كنحولوا الزراعه والفلاحه ديالنا لداكشي التصديري، وكنحاولوا نرضيو فرنسا ونرضيو البرتغال ونرضيو تركيا ونرضيو السبليون، ولكن حنا بالنسبه لنا حنا الشعب المغربي ما عندنا سوق فيه. دونك الفلاحه والصناعه خصها توجه لصالح الشعب المغربي، حتى هادشي ديال الفلاحه وديال تربيه المواشي خص يكون لصالح الشعب المغربي، ماشي حنا غنوجدوا شي حاجه اللي باغيها واحد اوروبي ولا باغيها واحد. شوفوا هذا الاكتفاء الذاتي ديالنا، وكاينه الامكانيات وكاينه الطاقات، الدوله اللي ما متحملاش المسؤوليه ديالها.